عدت حوادث الاغتيالات لتصبح حدثا رئيسيا في أخبار العاصمة المؤقتة عدن. عادت هذه المرة بقائمة ضحايا جدد وخصوم سياسيين جدد. أهلا بكم إلى فضاء حر. بعد أن تراجعت مؤخرا عمليات الاغتيالات التي كانت تستهدف بالأساس كوادر حزب التجمع اليمني للإصلاح في عدن، عادت الاغتيالات لاستهداف فريق آخر. خلال الأسابيع الماضية شهدت عدن ما لا يقل عن 3 عمليات اغتيال استهدفت قيادات وناشطين في الحراك الجنوبي، ما اعتبره البعض تدشينا لمرحلة جديدة من العنف والصراع بين الفصائل والمكونات الجنوبية. يقول البعض إن الجمع بين قائمتي المستهدفين يشير إلى أن الفاعل واحد وأن الهدف هو ذاته، إذ أن أغلب القيادات المستهدفة في القائمتين تقف على الضد من توجهات المجلس الانتقالي والدور الإماراتي في عدن والمحافظات الجنوبية بشكل عام. فيما يرى البعض أن الأمر لا يخرج عن كونه محاولة من أطراف تحاول اللعب على تناقضات المشهد الجنوبي، بحيث يبدو الصدام بين فصائله ومكوناته أمرا حتميا. وبعيدا عن اتهام هذا الطرف أو ذاك بالمسؤولية، فإن الهدف من هذه الاغتيالات يبدو واضحا بالنظر إلى أنها جرائم بخلفية سياسية تغرق عدن بالدم وتعمل على تسوية المشهد أمام أطراف معينة وقوى خارجية تفعل كل ما في وسعها لتأكيد أنها القوة الحاكمة والمتحكمة الآن ولزمن طويل قادم، أو هكذا تعتقد. للنقاش سيكون معنا من الرياض المتحدث باسم الائتلاف الوطني الجنوبي محمد السعدي، ومن عدن الكاتب الصحفي صلاح السقلدي. أرحب بكما ضيفي الكريمين وأطرح عليكما السؤال المشترك، وأبدأ معك سيد محمد السعدي. إذن عودة للاغتيالات، عودة عمليات الاغتيالات بقائمة جديدة، هل ما يحدث خلل أمني أم جرائم بأهداف سياسية؟ أولا في البداية أنا سعيد بالتواجد معكم في القناة وفي البرنامج، ونوه إلى أنني لست الناطق الرسمي للائتلاف الوطني الجنوبي، وإنما تبتعين الأستاذ أحمد سالم الفضلي ناطقا رسميا للائتلاف الجنوبي توضيحا حتى لا يحدث هناك لف. جميل. في البداية شكرا. نعم، بالنسبة لما يحدث الآن في عدن وما حدث سابقا، وما يحدث الآن هو امتداد لما حدث في السابق. هناك خليط، هناك توليفة من الأحداث السياسية والصراع السياسي، وهناك صراعات أخرى أكثر عمقا، وهناك أيضا خلل أمني. هذه التوليفة أوجدت أرض خصبة لحدوث هذه الاغتيالات، وللأسف هناك أطراف، ممكن أن يوجد طرف ثالث يريد أن يخلق صراع في عدن، يريد أن يضرب القوى الصاعدة مع الشرعية، القوى الصاعدة مع قوى كانت متواجدة سابقا. وهناك أيضا قد تكون هناك أيضا تصفية حسابات بين بعض القوى، قد تكون بعض هذه التصفيات ليس لها علاقة بالأمور السياسية، ولكن هناك أمور قد يتورط فيها بعض الأشخاص فيها نتيجة الفساد المنتشر، بيع السلاح، أو بعض الضباط الأمنيين الذي قد يكونوا سابقا مطلعين على ملفات أمنية ويراد إسكاتهم. لا ننسى أن الحوثي ورد منظومة أمنية متكاملة، نظام علي صالح سابقا، ولديهم معلومات وفرق اغتيالات متواجدة في كافة المحافظات، وقد يكونهم يريدوا من جزء من هذه اللعبة وجزء من الأحداث. نحتاج إلى أن يكون الأداء الأمني في عدن أكبر، ونحتاج أن يكون الأمن أيضا واضحا لتوضيح ما يحدث بالضبط في عدن. الاغتيالات الأخيرة هي استهدفت المجلس الأعلى للحراك الجنوبي. القائد كان الأستاذ رحمه الله عبد الله فحيم أو رامي المصعبي أو في الأخير سالم مصايب رحمه الله عليهم، أغلبهم ينتموا إلى المجلس الأعلى للحراك. قد يكون هناك طرف يريد خلط الأوراق، و للأسف الأداء الأمني إلى الآن لا يرتقي إلى مستوى الأحداث. أداء تقصد الجهات الأمنية أم من؟ أداء الجهات الأمنية، لأن للأسف هناك اغتيالات كثيرة حدثت في السابق، هناك
تقريبا مجموع الاغتيالات التي حدثت في عدن تقريبا خلال العامين السابقين 80 شخصيه استهدفت، وللاسف 90 الى 95% من هذه العمليات نجحت، والى الان لم نسمع من هي الجهات الفاعله، لم نرى متهمين حولوا الى النيابه او المحكمه. هناك يعني حاله من الضبابيه، اعتقد ان هذه تعكس نوع من الاضطراب في العمل الامني. طيب في هذا السياق، يعني قبل فتره كان الهدف ائمه المساجد في عدن، هناك أيضا كان هناك اغتيالات لقيادات في حزب الإصلاح، الآن يبدو أن هناك استهداف لقائمة جديدة كما أشرت أن تضم قيادات في بعض فصائل الحراك، يعني هل هي محاولة لتغيير المشهد في عدن بالعنف؟ ما يحدث في عدن يحتاج دراسة أعمق، محتاج توضيحات أكثر من الأمن، لأن ما يحدث في عدن هو محاولة لدفع المدينة إلى معركة داخلية، كل طرف يتهم الآخر، هناك أطراف كثيرة موجودة، هناك قوى قاعدة، هناك أيضا حفاظات، هناك جماعة الحوثي، هناك استخبارات دول كالاستخبارات الإيرانية، هناك الوضع الأمني ليس مستقر في عدن، لا نستطيع مثلا أن نقول مثلا أن المجلس الانتقالي هو المتهم الأول، لا يوجد هناك ما يثبت ذلك. ولماذا نقول أن المجلس الانتقالي هو المتهم الأول ولا زالت المعركة مع الحوثي، والحوثي ورث منظومة أمنية قادر على أن يحترق في عدن وقادر أن يسدد ضربات، خصوصا أن الجبهة مشتعلة الآن في الضالع وهناك هزيمة يتعرض لها الحوثي، قد يقوم هو بمناورة في عدن محاولة لخلق الأوراق لخلق صراع موجود في عدن. لا توجد لدينا تفاصيل واضحة، الأمن غامض، الأمن لا يتحدث، الأمن لا يقوم بدوره الحقيقي. فأعتقد أن لدينا المشكلة الرئيسية هي في الأداء الأمني، في أداء الأمن السياسي، في أداء الأمن القومي الذي يتبع الشرعية، والذي أيضا والقوى الموازية كالحكام الأمني هو عبارة عن قوة موازية لا تؤدي دور التعطيل أكثر ما تؤدي دور الدعم للأمن. وللأسف وجود ورق العمليات المختلفة ووجود الصراع السياسي وذاك يتهم هذا وذاك لا يريد أن ينجح هذا أدى ذلك إلى حدوث مثل هذه الأحداث ووجود ضبابية، بحيث أنك لا تستطيع أن تقول أن هذا الطرف هو الذي قام وهذا الطرف فقط هو المستهدف لأنه له موقف من اتجاه تيار معين. علينا أن ندرس الوضع بشكل أكثر عمقا وأكثر حيادية. طيب يعني في سياق الحديث عن توقيت، دلالة توقيت هذه الأحداث الأخيرة الآن أو الاغتيالات الأخيرة التي حدثت في عدن، ما الذي تقرأ في هذا السياق سيد السعدي؟ الوضع في المرحلة الأخيرة أعتقد أن هناك أيضا وجها سياسيا للأحداث، لأننا نرى الاغتيالات ذات طابع يرتفع تارة وينخفض تارة أخرى، وهذا يعكس أن هناك أيضا وجها سياسيا لما يحدث. أعتقد بأن ما يحدث الآن هو محاولة إخراج عدن من كونها عاصمة إلى مدينة متنازعة متصارعة متخبطة، وهذا هدف لا يمكن أن يحدث إلا إذا كان هناك اغتيالات، هناك فوضى، هناك تفجيرات، هناك صراع داخلي، هناك اختلاف، هناك فشل في المؤسسات، ولكي يظهر الحوثي نموذجا وتظهر الشرعية وعدن ليست نموذج، وهذا جزء من المعركة الكبيرة التي نواجهها، هذا جزء من مما يحدث الآن. هناك أطراف قد تستفيد مما يحدث، هناك أطراف قد تستغل فرصة وتنفذ بعض الضربات هنا وهنا لمصالحها، هذا وارد أن يحدث، لكن الخلل الأكبر أين؟ الخلل الأكبر في الأداء الأمني. طيب يجب الإشارة الآن في حديثنا الآن إلى أن ضيفنا الآخر المفترض أن يكون معنا هو السيد صلاح الصقلدي عبر الأقمار الصناعية من عدن، لكن إلى الآن هاتفه مغلق، نرجو أن يكون يعني الخبر أن يكون بخير وصحة. على كل حال سيد السعدي، يعني في سياق الحديث دوما عن الجرائم أو عمليات الاغتيال دوما هناك يكون الإشارة إلى المستفيد، من هو المستفيد من الاغتيالات التي تحدث في عدن برأيك؟ قد يكون المستفيد عدة أطراف، لأن في ظل الصراع السياسي الموجود قد تكون بعض الأحداث يستفيد منها أطراف أو طرف يريد أن يغيرها لصالحه، لكن الطرف الأساسي الذي يكسب من حالة الفوضى الأمنية في عدن هو جماعة الحوثي، لأن جماعة الحوثي تريد أن تظهر للعالم بأنها سلطة أمر واقع وقادرة على أن تحافظ على الأمن في المناطق التي تسيطر عليها، بينما الشرعية والتحالف فشلوا حتى في إدارة وتأمين مدينة عدن. هو المستفيد الأول هي جماعة الحوثي. في ظل الصراع الداخلي
الموجود، تظهر الشرعية بحالة من الضعف والعجز حيث أنها غير قادرة على حماية بعض القيادات السياسية أو عدة المساجد أو غير قادرة حتى على إلقاء القبض على الفاعلين. هذا يظهر أن الشرعية غير متحكمة أمنيا في مدينة عدن والعاصمة. فهناك العالم يراقب، العالم يرى أداء الشرعية، فأخلقنا هذه الشرعية أو سنة الشرعية ضعيفة غير قادرة على أن تحكم عدن بشكل جيد، فكيف لها أن تحكم اليمن بشكل كامل؟ إذن لابد أن يكون الحوثي موجودا في السلطة، ولا توجد قوى أخرى موجودة في السلطة لكي تستطيع هذه السلطة الشرعية أن تحكم اليمن أو تحقق نوع من الاستقرار. هذه جزء من المراورة التي يستفيد منها جماعة الحوثي وجماعات أخرى صاعدة من أجل أن تفرض وجودها في السلطة، ولكن للأسف هذا سيؤدي بنا إلى أن يكون جماعة ميليشياوية تتبع إيران موجودة وشريكة في السلطة، وهذا ما سمعناه من جهات خارجية ورأيناه فيما يحدث في الحديدة، ورأينا وسمعنا آراء بعض السفراء الأجانب كالسفير البريطاني وغيرهم، فإن لابد أن يكون الحوثي موجودين من أجل الشراكة في السلطة وتحقيق الأمن والاستقرار، لأن الشرعية غير قادرة على تدير المناطق المحررة. طيب سنعود إلى مسألة يعني الحديث عن أذرع إيران وما شابه في سياق خلط الأوراق في المشهد، لكن دعنا قبل ذلك نرحب بمن ينضم إلينا الآن من عدن السيد منصور، أو من ينضم إلينا الآن سيد منصور صالح الصحفي، وأرحب بك. إذن سيد منصور صالح، أبدأ معك بالسؤال المشترك، عودة لعمليات الاغتيال بقائمة ضحايا جديدة مختلفة الآن، هل هو خلل أمني أم هي جرائم بأهداف سياسية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومسي عليك بالخير أخي، ومسي على أخي العزيز صديقي الدكتور محمد سعدي، وعلى السادة المشاهدين وأخواتي المباركة. في واقع الأمر أنه عدن كانت وما زالت تعاني من محاولات خلط الأوراق بموضوعها جهات عدة هدفها الإساءة للانتصارات التي حققتها المقاومة الجنوبية، وكذا الإساءة للأجهزة الأمنية الموجودة بالعاصمة عدن والتي بذلت جهدا كبيرا خلال الفترة اللاحقة لما بعد التحرير، والتي استطاعت أن تنتشل المدينة من حالة وضع مأساوي كانت شبه يوميا نفذتها الجماعات المتشددة التي كانت تسيطر على العاصمة عدن، ولولا جهود الأجهزة الأمنية لا كانت عدن اليوم في وضع أسوأ بكثير. الحمد لله عدن اليوم باتت تعيش وضعا أمنيا مستقرا إلى حد كبير، ورغم ذلك ما زالت يعني لا يمكن القول أنه الوضع صار إلى حالة تحظى بالقبول الكلي، فما زالت هناك أيادي خفية تحاول أن تعبث بالمدينة وتحاول أن تسيل الأجهزة الأمنية ولدورها ولجهودها، وتحاول أيضا أن تستهدف القوى الحية والمدنية و الشخصيات الفاعلة في هذه المدينة. عموما ربما تختلط فيها هناك عمليات مقصودة ومنهجة، وهناك حوادث عرضية يتم توظيفها فقط للإساءة الأمنية والإساءة لجهودها وإظهارها بالفاشلة أو المقصرة خلال في أداء واجبها، وهذا للأسف يتم توظيفه من قبل أجهزة الإعلام التي تستهدف كل ما هو جنوبي وكل ما يتحقق على الجنوب، و مثل هذه الأضواء على الحالات الانفلات الأمني التي تعيشها محافظات عديدة، ومنها محافظة أنها تعاني بمستوى أكثر بكثير من ما تعاني عدن. تعز اليوم تعيش وضعا مأساويا وعمليات اغتيالات يومية متواصلة وحالات اختطافات وحالات اغتصاب للأطفال وعمليات اغتيالات، ذلك نرى أجهزة الإعلام للأسف تسلط أضواءها على كل شاردة واردة في عدن وإظهارها وكأنها حال فشل أمني، بينما تغض الطرف وتغمض عينها عما تشهده باقي المحافظات، فقط لأنه قيادات المحافظات في تعز ومناطق أخرى كما هو الحال في مأرب مرضي عنها، بينما سلطات أمنية غير مرضية عنها مستهدفة على الدوام، رغم أنها كانت هي في البدء أكثر القوى وأكثر الأجهزة التي تعرضت للاستهداف
منذ ما بعد الحرب والقيادات الأمنية وقيادات المقاومة الجنوبية وقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، وهي الهدف الأساسي للعمليات الإرهابية. طيب، التي لم يسلم منها لا رئيس المجلس الانتقالي ولا مدير من عدن ولا يعني المسألة كما تقول أستاذ منصور أنها عمليات الأمن يعني بشكل عام مستقر في عدن إلى حد كبير كما تقول، وهذه فقط عمليات توظفها وسائل إعلام لمحاولة تأجيج الوضع، وهي تغض النظر عن أماكن أخرى في تعز، ولا أعلم من تقصد بالضبط في وسائل الإعلام عند حديثك، لكن دعني أنقل هذه النقطة إلى ضيفي الآخر السيد السعدي. هل تتفق سيد السعدي أن الوضع الأمني في عدن بات مستقرا إلى حد كبير كما وصفه السيد منصور صالح قبل قليل، وكذلك على أن يعني ما يجري الآن مضخم من قبل وسائل الإعلام؟ الوضع الأمني في عدن ليس بالجيد بشكل عام، لأن ما يحدث من الاغتيالات هي اغتيالات انتقائية، ليست هي حرب شوارع، ولكن هناك اغتيالات انتقائية بمعنى أن هناك كشوفات لأشخاص معينة يتم تتبعهم وتصفيتهم أما لأهداف سياسية أو لأهداف خلط الأوراق. القضية هنا كيف أداء الجهات الأمنية، قد ينجح هؤلاء في عملية الاغتيال، لكن على الأمن أن يحقق وأن يكشف وأن يلقي القبض وأن يسلم هؤلاء القتلة إلى النيابة وإلى المحكمة وأن يعرف الناس من هؤلاء. سنتان أو عاماً هناك 80 شخص فقدوا حياتهم، وخلال أسبوعين منصرمة فقدنا 3 من الشخصيات القيادية الموجودة في الحراك الجنوبي، وليست شخصيات عادية ولكن شخصيات احتفالية، ولا نعلم حتى الآن من تسبب باغتيالهم ومن يقف خلف عملية الاغتيال، ولا زال هذه الملفات تقيد في المجهول. أعتقد أن هذا ليس لصالح الأمن، لأن هناك تقييم حقيقي، العالم يراقب، العالم يرى، وليست القضية هي أن يكون سوق مؤمن أو يكون الشارع الفلاني مؤمن، لأن عندما تخلط الأوراق وتصل المرحلة إلى حالة انفجار فتتحول إلى معركة أهلية داخل عدن، كل طرف يتهم الطرف الآخر، وهناك من يريد أن يحدث لعدن هذا الأمر، وهذا سيكون لصالح جماعة الحوثي. يجب أن يكون هناك إدراك من الجميع أنه يجب الكشف عن فاعلي هذه العمليات، ما لم يكن الجهاز الأمني لم يقم بواجبه الحقيقي ولم يحمي هذه الشخصيات الاعتبارية. هناك الآن إطراق لعدد من الشخصيات الاعتبارية من الشخصيات المعتدلة، هناك صمت عما يحدث. إذا تم إطراق عدد من الشخصيات الاعتبارية والشخصيات المعتدلة لن يكون البديل إلا التطرف، لن يكون البديل إلا من يملك السلاح، إذا ستتحول عدن إلى مدينة قبر. سيد منصور صالح، ما رأيك؟ يعني لماذا إلى الآن يشير ضيف إلى أكثر من 80 عملية اغتيال، لم يعلم بشكل واضح من يقف وراء هذه الاغتيالات، لم يعلم بشكل واضح القيام ب يعني اعتقال ومن ثم محاكمة للمتهمين بهذه العمليات وإعلان ذلك بشكل واضح على وسائل الإعلام؟ يعني صحيح عمليات الاغتيال تحدث، الجنائية تحدث في كل مكان في العالم، لكن في نهاية المطاف العملية الأمنية تجري وفق مراحل هي لا تحدث الآن في عدن، لماذا؟ نعم، أنا حقيقة أشيد وأزكي وأؤكد على ما جاء في حديث أخي الدكتور السعدي، لأنه فعلا ليست رخيصة، كانت حوادث عرضية أو كانت جنائية أو كانت سياسية، وينبغي أن كل من تم ضبطه وكل من تم توقيفه أن يقدم للمحاكمة وأن تعلن هذه المحاكمة للرأي العام ليعرف من هم القتلة وما أهدافهم، وليطمئن أيضا الناس على أنه لن يكونوا عرضة للاستهداف وأن يذهب الجناه يعني في حال سبيلهم أو تقيد الجريمة ضد مجهول. لكن في واقع الأمر أنه ما زالت عدن أيضا، وأكد على هذا الشيء، ما زالت تعاني من إشكالية تعدد الأجهزة الأمنية، تعدد عدم وجود غرفة عمليات أمنية موحدة يمكن أن تسهم في تتبع وضبط الجريمة وتقديم الجناه للعدالة. ما زالت هناك بعض المناطق وكأنها تدار من أجهزة أمنية مستقلة، وللأسف أنه يبدو أنه الحكومة إلى الآن برغم أنه قد أتيحت لها فرصة العمل في والإسهام في تثبيت الأمن والاستقرار في عدن، إلا أنها ما زالت تعتقد أنه مهمتها هي
القوى الجنوبية التي هي تمثل سلطة أمر واقع، وهي بدل من تسهم مع باقي القوى أو أن يكون دورها إيجابيا وفاعلا، يبدو وكأنها هي من تدفع بالأمور نحو التأجيج. يعني أفهم من كلامك عندما تقول أن الحكومة أتيح لها، هل أفهم من كلامك أنه سابقا يعني خلال الفترة الماضية كانت ممنوعة الحكومة؟ يعني هذا اعتراف يبدو أو توضيح للرأي العام أن الحكومة مكبلة في نهاية المطاف، ومن فترة إلى أخرى يتاح لها المجال للعمل. في نهاية المطاف هناك فاعلون آخرون غير الحكومة، هم من يسيطرون على العاصمة المؤقتة. ليس هذا ما أعني أنه الحكومة والشرعية بمجملها بشكل عام لم تكن موجودة، ولم يكن لها تحرير عدن ولا في تأمين المدينة ما بعد تحرير المدينة، ولا في إدارتها ولا في تأمينها ولا في توفير الخدمات. الأجهزة الأمنية، قوات المقاومة الجنوبية هي من حرر، والمقاومة الجنوبية ورجال المقاومة الجنوبية هم من حرروا المدينة، وهم من أمنوها، وهم من أعادوا المؤسسات إلى 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 الدولة، وهم أيضا من ضحوا وهم من قتلوا. الشرعية هي من فرت في اللحظات الأولى للمعركة، ولم تعد إلا بعد فترة طويلة من تحرير المدينة وتأمينها، واستلمت لها معظم المؤسسات لتقوم بعملها، لكنها بدلا من أن تعود لتعمل لتؤدي عملها لتسهم في تحقيق الأمن والاستقرار، عادت لتنفذ مشروعا سياسيا. هذا المشروع أنه تنكر لجهود من ضحوا ومن قدموا ومن بذلوا ومن استشهدوا ومن قدموا دماءهم رخيصة في سبيل تحرير عدن وتحرير مدن الجنوب، وعادت للأسف لتمارس حالة من الإساءات، حالة من التآمر على المدينة وعلى قياداتها. بدأت أولا من إقالة القيادات الجنوبية التي أملت المحافظات، وبعد استغرت الأمور فيها تم إقالتها. أيضا تجري الآن محاولات للتخلص من القيادات الأمنية الموجودة، وفي مقدمتها شلال شائع الذي فقد أكثر من 70 رجلا من رجاله في عمليات إرهابية استهدفتهم، وهو بذاته شلال شائع تعرض لأكثر من محاولة اغتيال. اليوم وكأن السلطة لا تجرؤ على تغييره، فتسعى لمحاولات إفشاء عليه لتجييش الإعلام في الإساءة، والصاغ به من الأخطاء ومن التهم ما لا يوجد في الواقع. إن كان لدى هذه الحكومة فعلا ما يبرر، يعني ألا يشير يعني الوضع الأمني حاليا في عدن ألا يحتاج إلى فكر جديد في سياق إدارة المشهد الأمني باعتبارها عاصمة مؤقتة لكل اليمنيين على الأقل من وجهة نظر الحكومة الشرعية، من وجهة نظر الاعتراف الدولي لها؟ إذا كان المجلس الانتقالي لا يعترف بذلك فهذا شأنه في نهاية المطاف. لا 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 لا, لا هو المجلس الانتقالي أول من يعترف بهذه الشرعية ومن أتاح لها ومن يمكنها، وإن لم يعترف المجلس الانتقالي فكل هذه الاعترافات التي تتحدث عنها لا تؤثر في ولا تغير في الأمر شيئا. إن لم يعترف المجلس الانتقالي في الحكومة فانتهى أمرها وأصبحت في خبر كان، وبالمستطاعة وبقدرة لها أن تحمل عصاها وترحل، يعني إن أراد ذلك. لكن هو في هذه المرحلة ما زال في الاستقلال الجنوبي وقوات المقاومة الجنوبية شريكا فاعلا في إطار التحالف العربي لهزيمة مشروع الانقلاب ولتمكين الشرعية هذه التي تحارب المجلس والتي تتآمر عليه، لتمكينها من العودة إلى صنعاء. ومع ذلك يبدو أن الشرعية والحكومة للأسف هي نسات أن لديها معركة في صنعاء، وأن لديها عاصمة مسلوبة يسيطر عليها الحوثيون، وأن لديها دولة تناست كل ذلك وانشغلت بالجنوب وبالتآمر على قياداته وعلى المجلس الانتقالي الجنوبي، وهذا شيء مؤسف. عليها أن تدرك أن مصلحتها بأن تتصالح مع المجلس وأن تتقرب منه وأن تمد يديها بمصداقية ونوايا طيبة لتتمكن من تحقيق هدف العودة التي جاء لأجلها التحالف العربي، الذي يبدو أنه فشل في أن يقنع هذه الحكومة ويقنع هذه الشرعية في أن تكون شريكا فاعلا معه في محافظة الشمال. طيب دعني أنقل هذه النقطة إلى السيد السعدي. برأيك هل ما تفضل به السيد منصور صالح سيكفي لحل إشكالات عدن من الناحية الأمنية على الأقل؟ أن تمد الشرعية يدها إلى المجلس الانتقالي، أن تتعامل بشكل أكثر يعني مرونة معهم، أن تنفذ ما يطلبونه وما شابه؟
القضية هنا يعني احنا نتحدث عن أمن الناس. إذا كان سيكون الناس هم ورقة الرهان من أجل في حلبة الصراع السياسي فهذه كارثة، لأن من المفترض على القوى السياسية أن تكون لسان حال الناس والمدافع عنهم، لا أن تستخدمهم كورقة. إذا تريد أمن علينا أن نتفق، ولدينا شروط وهذا الطرف لديه شروط، وإن لم نتفق فإن المواطن هو الذي سوف يدفع هذا الثمن حتى نستخدمكم كوسائل ضغط. هذا أنا أرفض هذا المنطق، لأنه ليس منطق سياسي وليس منطق وطني. أعتقد أن الأستاذ منصور لم يقصد هذا الأمر، وإنما أراد أن يشير إلى حالة الصراع السياسي سببت ضعف في الأداء والتنسيق، مما أدى إلى حدوث نوع من الاختراقات. لكن منطق يعني هل ترى أستاذ السعدي، هل ترى أن هناك مجالا بالأصح إن صح التعبير لأن تقوم الحكومة الشرعية بدورها الفاعل والكامل دون أي تأثير حتى تتحمل المسؤولية كاملة على ضبط الأمن في نهاية المطاف في هذه المناطق أو في العاصمة عدن تحديدا؟ في المقام الأول الحكومة والتحالف هم المسؤول الأول عن أمن الناس في المناطق المحررة، هذه القاعدة الأساسية. القوى الصاعدة، القوى الموازية عليها واجب أيضا اتجاه الشارع، وعليها واجب اتجاه التحالف واتجاه الحكومة الشرعية يقوم على المساعدة والإسناد، لأن المقاومة مثلا الجنوبية، وأنا كنت جزء من المقاومة الجنوبية في عام 2015 وافتخر في هذا الأمر، لم نكن لنحقق هذه الانتصارات لولا دعم التحالف ولولا تنسيق الشرعية، ولم تكن الشرعية موجودة ومنسقة، ولم يكن التحالف منسق عبرها مع المقاومة لما حدث ما حدث اليوم، ولم تكن المقاومة الجنوبية باسمها وقوتها اليوم موجودة. لذلك أرى بأن عملية الفصل ما بين المقاومة الجنوبية وما بين التحالف وما بين الحكومة الشرعية واتهام هذا الطرف ومناكبة هذا الطرف هو الذي أوصلنا إلى هذا الحال اليوم. القادة المجلس الانتقالي كانوا وزراء ومحافظين وقادة عسكريين عينوا من الحكومة الشرعية وكانوا على توافق مع الحكومة الشرعية، بل كانوا يمجدوا ويقدسوا باسم الرئيس هادي. الخلافات فيما بعد تحتاج إلى إيضاحات، ما هي نوع الخلافات؟ فيما اختلفوا؟ هل اختلفوا على القضية الجنوبية؟ لا، لم يختلفوا على القضية الجنوبية، لأنهم لو كان اختلاف لما قبلوا أن يكونوا في إطار حكومة الشرعية، حكومة الوحدة التي تتحدث عن الاتحادية والفدرالية والوحدة وبقاء اليمن الواحد. إذن الاختلاف في مسارات أخرى، في أمور ثانية نحن لا نريد أن نتحدث عنها لأنها ستكون مخزية للجميع للطرفين. ولذلك المفترض الآن في المرحلة هذه هو تقديم صالح الناس وبعد بالذات من قبل الطرفين الشرعية والانتقالي، لأن الانتقالي يتحدث وكأن الحزام الأمني يتبع مباشرة وهي قوة أمنية موازية تقوم بدور التعطيل أكثر مما تقوم بدور الإسناد والدعم. والإدارة الأمنية الموجودة في عدن أيضا تشتغل بغرفة عملية لوحدها، والحزام الأمني لوحده، والحرس الرئاسي لوحده، والمقاومة الجنوبية لوحدها. وبينما يتم اختراق القوى الأمنية بالكامل عبر الخلافات الموجودة، يجب أن يتفق الجميع على تقديم الأمن في عدن، يجب أن يتفق الجميع على تقديم صالح الناس. الخلاف السياسي ممكن معالجته في غرف مطلقة، ممكن الالتقاء، ممكن الحديث، ممكن الوصول إلى تفاهمات، لكن بعيدا عن معاناة الناس. اليوم لدينا أشخاص فقدناهم، عبد الله حسين طفيم شخصية غير عادية في عدن، رامي المطعبي شخصية غير عادية في عدن، سالم المطايب شاب رائع وفقد حياته في شقته قتيل ولا ندري من اقتاله. انا خائف، والاخ منصور ايضا اخاف عليه ايضا، واخي وصديقي اخاف عليه ان يتعرض لسوء، لا نعرف من ينفذ، لا نعرف من يضرب، ولا نريد ان نقسم المسائل السياسيه في امن الناس. دعونا نركز على امن الناس اولا، والمسائل السياسيه ممكن ان يتقابل فيها الطرفين. كل يوم كانوا يعني هذا كان وزير وهذا محافظ وهذا رئيس جمهوريه وكانوا متفقين، اختلفوا لا توجد مشكله، سيتم اللقاء وسيكون هناك حلول، انما يجب ان تكون هناك المصداقيه، النوايا الصادقه، وان يكون هدفنا جميعا هو الشارع. القضيه الجنوبيه هي قضيه سياسيه، بعد تحرير صنعاء وازاله الحوثي من الممكن ان يقعد الجميع وان نتفق، لكن ان يريد ان نحصل على الاتفاق والحوثي يهاجم الضالع، والحوثي يريد ان يقتحم الضالع، والحوثي يضرب في تعز، والحوثي يهاجم في باب المندب، والحوثي يريد ان يتوسع، اعتقد ان هذا خطا استراتيجي ندفع ثمنه اليوم الجميع، وغدا سنجد الحوثي شريكا، بل
وسيكون له نصف الحكومة وله وزراء يأتون إلى عدن التي قطفوها ودمروها ودفوها وسيدخلوا المحافظات وهم يلبسون البدلات الرسمية، والسبب هو خلافاتنا فيما بيننا البين. أسألك سيد منصور صالح، من هو المستفيد برأيك من هذا الوضع في عدن، من أيضا يعني استمرار يعني تخلخل الأمن والاستقرار في هذه العاصمة المؤقتة؟ هو كده، أولا نوع الوضع فيها وليس وليس بالمثالي جدا، لكنه ليس بهذه الصورة القاتمة. العمليات الاغتيالات التي تتم بهذه الطريقة وبعملية تنكر ربما ليست بالمسألة الصعب تنفيذها حتى في أكثر المدن، لأنها تتم إما في شقق أو في جوار في مناطق معزولة، ومع ذلك ما زالت هناك إشكالية. أنا بس فقط أود أن أوضح أنه ما قاله الدكتور محمد فيما يتعلق باستخدام الناس للضغط، أنا ما أعني أنه نحن المجلس الانتقالي الجنوبي أو المقاومة الجنوبية والأحزمة الأمنية وأجهزة أمن عدن هي من تحمي الأمن وهي من تحمي الاستقرار، كل على عاتقها الناس وحماية أعراضهم وأملاكهم وأرواحهم، وهي من تضحي وهي من تقدم أرواح جنودها رخيصة في هذا السبيل، وبالتالي هي لا تساوم بأرواح الناس ولا تقايض بها، وإنما هي ترجو من هذه الحكومة ومن الشرعية أن تسهم بعض الشيء باعتبارها ما زالت موجودة في على الساحة، وأن أن أن بدلا عن المناكفات وبدلا عن التعطيل وبدلا عن محاولات إرباك ما يجري أن تكون لها إسهاماتها. مسألة أنه الوضع نحن في حرب هذا أمر يعني يدركه الجميع، والوضع السياسي هذا القائم الآن في الجنوب هو المسألة وتكييفها وتفسيرها تختلف ربما لدى قوات المقاومة الجنوبية ولدى المجلس الانتقالي الجنوبي عما يكيفها الآخرون. صحيح هم شركاء حقيقيين مع التحالف العربي وهم صادقين في هذه الشراكة، وهم اليوم يخوضون هذه المعارك باسم الشرعية ودفاع حتى في مناطق حتى في الصعدة، لكن هذا لا يعني بأنه هناك تسليم بالدولة الاتحاد الجمهورية اليمنية. هناك إشكالية قائمة ما بين الشمال، إعلان لفك الارتباط تم في 21 مايو من عام 1994 من قبل عندما اجتاحت قوات علي عبد الله صالح والقوات الشمالية الجنوب لاحتلاله، وفي ذلك فك الارتباط تعتبر الجمهورية اليمنية قد انتهت بالنسبة للجنوبيين وبالنسبة للمقاومة الجنوبية وكل القوى الجنوبية التي تطالب بعودة دولة الجنوب. هذه الدولة استطاع الجنوبيون استعادتها على الواقع 2015، استعاد الجنوبيون ما نسبته تزيد عن 95% من أراضيهم. هم اليوم على أراضيهم، هم لا يساومون، وهم سواء كان الحوثي أو كانت قوات علي عبد الله صالح أو المؤتمر الشعبي العام أو قوات الإصلاح أو أي قوة من خارج الجنوب من الشمال وباسم الجمهورية اليمنية لن تفرض بعد اليوم على الجنوب، وسيقاومها الجنوب وسيقاتلونها، ولن تفرض لا دولة اتحادية ولا دولة مركزية على الجنوب. لكن في المرحلة هذه حينما نتحدث مع الشرعية، حينما يتحدث الجنوبيون، حينما يتحدث المقاومة الجنوبية، حينما يتحدث المجلس الانتقالي الجنوبي، فهم يتحدثون معها فقط من باب الشراكة في إطار إنهاء مشروع الانقلاب، ومن باب إبداء النوايا الطيبة في أن الجنوبيين يبحثون عن حل مرضي وعادل يرضي الشعبين في الشمال وفي الجنوب، ويحقق حالة من الخلاص السلس وينهي هذه الوحدة التي ثبت فشلها واستبدالها بعلاقات جوار وأخوة تحفظ مصالح الشعبين في الشمال وفي الجنوب. هناك مصالح كبيرة تكونت، هناك وشائك قربة، هناك حالات نسب وتزاوج والجنوب، فهذه الحالات ينبغي أن تحافظ. ما يطرحه الجنوبيون، ما يطرحه المجلس الانتقالي الجنوبي، أما المفروض منه هو استعادة الدولة الجنوبية وبناءها على أساس فيدرالي، لكن هم الآن في هذه المرحلة لا يريدون فرض هذا الخيار بقوة. الهدف الحالي هو العمل مع إنهاء مع التحالف العربي، مع مشروع القومي العربي في إنهاء التمدد الفارسي، ومن ثم الجلوس على مفاوضات توجد حل سلمي سياسي يرتضيه ويقبل به شعب الجنوب. وأنا أعتقد أن شعب الجنوب هدفه واضح، لكن أن تصر الحكومة على فرض مشروع أنا
لا تلعب في الوقت الضايع وتلعب في بوقتها وتلعب حتى بوقت الآخرين، وهي تزيد حالة الاحتقان وهي تزيد من حالة الكراهية، لأنه مثل هذه الخيارات. طيب مع وضع الاعتبار لما تفضلت به سيد منصور، سيد منصور صالح، مع وضع الاعتبار لما تفضلت به، أسألك سيد السعدي، يعني بوضع يعني مع ما تفضل به السيد منصور صالح، وفي ظل ما يبدو يعني في نهاية المطاف أيا كان الفاعل، في ظل مساعي إفراغ عدد من القوى الفاعلة سياسيا واجتماعيا بصور كثيرة منها الاغتيالات، جرائم اغتيالات هذه، إلى أين يمكن أن تذهب عدن خلال الأيام القادمة؟ شوف أخي الكريم، الأمر يحتاج إلى نوع من الرؤية الصادقة. نحن لا نريد أن نقدم ما يحدث في عدن باسم القضية الجنوبية. هناك أرواح، هناك ناس تفقد حياتها، هناك أحباء يعني فقدتهم أهاليهم، ونريد أن نضع القضية الجنوبية، وكأن القضية الجنوبية هي أسمى من كل شيء، وعلينا أن نتناسى ما يحدث. هذا خطأ. أنا نتحدث اليوم عن قضية الاغتيالات، علينا أن نركز على قضية الاغتيالات. الأخ والأستاذ منصور أقدر له ما طرح، ولكن يجب أن يدرك أن لا يخلط هذا في هذا، لأن ما يطرحه وكأنه يشير بطريقة أو بأخرى، بما أن مشروع الحكومة الشرعية هي الدولة الاتحادية، نحن سنقف في هذا المشروع، وهذا سيؤدي إلى إعاقة وتعطيل أعمال الحكومة والمؤسسات في عدم، بالتالي سيحصل هناك الانفلات الأمني وهكذا وهكذا. هذا أمر خاطئ، هذه لا يوجد استراتيجية عمل. كيف تريد لعدن أن تكون عاصمة حتى للجنوب وهي لا تملك مؤسسات، لا بنك مركزي ولا مؤسسات أمنية ولا وزارة دفاع ولا عندك شيء؟ هذا أمر خاطئ. بمعنى من سيعطيك هذه الدولة؟ أنت لا تتحدث لوحدك، يجب أن تقرأ الأوضاع الجيوسياسية. العالم يراقب، لديك باب البندر، لديك الممرات البحرية، لديك ملاحة جوية دولية تقع في الوسط، 10 إلى 11% من بترول العالم يمر عبر باب المندب، يمر عبر خطوط الملاحة التي لديك، وتريد أن تقول أننا سنكون دولة ونحن لا نملك حتى مؤسسات أمنية ولا مؤسسات اقتصادية ولا مؤسسات دولة حقيقية في العاصمة عدن. هذا ما يحدث هو إسقاط عدن في هذا المستقع نتيجة الصراع الموجود. هذه الأفكار هي الأفكار الهدامة والخاطئة. علينا أن نتفق جميعا الآن إلى أن نبني عدن، علينا أن نتفق إلى أن نهدم المشروع الحوثي هنا، لأن الخلافات أوجدت لنا داعش، أوجدت لنا التطرف، أوجدت لنا الحوثي، أوجدت لنا قوى يعني راديكالية استغلت خلافاتنا وأصبحت تضرب هنا وتضرب هناك، ولا نعلم من يضرب، والأمن لا يتحدث ولا من ضرب ومن قتل ومن فعل، وهذا فشل أمني حقيقي. إضافة إلى أنك لو أتيت ودرست بشكل دقيق قادة الشرط وقادة القطاعات الأمنية كلهم أغلبيتهم كانوا يبيعوا قات، فحد منهم درس في كلية عسكرية أمنية، لا يوجد منهم من يستطيع أن يقف في الطابور الصباحي بشكل صحيح. هؤلاء أتوا باسم المقاومة، أهلا وسهلا، قدمتم الكثير، لكن نريد الآن الناس المتخصصين المتعلمين، نريد القادة الأمنيين الحقيقيين، وهؤلاء يدخلوا الكلية الأمنية سنة سنتين، يتم شكلهم، يتم تدريبهم، ثم عاد توزيعهم. لكن ما يحدث الآن أنك تتعامل مع أشخاص فاقدين ألف باء بالنسبة للأمور الأمنية، وهذا ما سبب لنا الأزمات داخل عدن. نقدر المجهود الذي يقوم به ونقدره بشكل كبير، لكن لا الذي يحدث ليس صح وليس الذي نحن نسعى من أجله. إذا كنا نقول أن نظام علي صالح يعين أشخاص ليس في تخصصاتهم لكن يملكوا شهادات، نحن نعين أشخاص لا يملكوا شهادات، نحن أسوأ من علي عبد الله صالح، أصبحنا أسوأ، لأننا نعين أشخاص لا يملكوا شهادات ولا يملكوا خبرات. بالعكس، علينا جميعا الآن في هذه المرحلة أن نقدم المصلحة العامة للناس وأن نقدم المصلحة الوطنية. ليست قضيتنا، ليست القضية هي في الهوية والجغرافيا، نريد أركز على هذه النقطة، لأننا عشنا الشطرية وعشنا الوحدة، وفي كلا الحالتين كنا في دول فاشلة ومستبدة ونعاني من حدود سياسية راديكالية واستبدادية. إذا أين الخلل؟ الخلل في النظام السياسي. إذا كان المجلس الانتقالي سيأتي بالجنوب بهذا الشكل الذي هو الآن، أنا أرى أن النظام السياسي فاشل. ما الفرق أن تفصلني جغرافيا وتعطيني جمهورية بهذا الشكل ضعيفة متهالكة من الداخل؟ إذا يجب أن نبني النظام السياسي، وبعد ذلك يحصل التوافقات، لدينا حكومة ولدينا ناس عقلاء ولدينا نستطيع نجلس في طاولة واحدة بعد التخلص من الحوثي وأن تستقر الأوضاع في اليمن، ونتفق بعد ذلك هل نكون دولة واحدة اتحادية أو نكون
دولتين، لكن يجب أن تشرح لي ما هو النظام السياسي. إذا كان الصراع بين القيادات بهذا الشكل فكل القيادات لا تتحمل مسؤولية حقيقية تجاه الشارع. أشكرك إذن سيد محمد السعدي من الائتلاف الوطني الجنوبي وكذا الصحفي منصور صالح، كنتما معنا في هذه الحلقة من فضاء حر. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام. في نهاية الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، في أمان الله.